السلام عليكم، كيف الأخبار؟ تمام؟ تري كيف الليلة اليوم ده؟ بالمناسبة كده احنا والبياي، كيف أخبارك؟ تمام؟ قضيت اليوم ده كيف؟ يا أخي أنا أولى على التلفزيون ده في شنو؟ دي مسلسل مهند ونور، أسكت. مهند ونور شنو؟ أحكي لك عن تفاصيلهم. ما بعدين بعدين يا بنت الناس، أنا ما عرستك عشان مهند ونور، في تفاصيل في البيت ده أنا في الحاصل شنو؟ بعد المسلسل كل شيء، بعد المسلسل كل شيء ملحوظ. يا اخي انت القاعد مهند، القايم مهند، الشافع مهند، المرأة الكبيرة مهند، الجيران مهند، مهند منو يا؟ اها اقعدي هو مهند ان شاء الله يجيب لك اكل. اسمع نفسي قاعدة بين ده المسلسل لسه بتجي، يعني هذه قصة غريبة خلاص، يعني هسه بس دي كلها اشكاليات في الدنيا، يعني اشكاليات بس مسلسل، لا يعني حاجة غريبة، يعني أبقى زي مهند وأبقى زي ده شو ده؟ يا عزبت ذاتي ما أعرف منه، والله أنا بإمكاني بحضر مسلسل كان أبقى مخرج. يا أخوي سايسة سايسة عادي؟ سايستها سايستها ما سايسة، ما خليت لي سياسة ما عملتها لي. لا شوف اسمعني، هيما المسلسل ده أنت أحضره معاه، أحضر المسلسل معاه مرة واحدة إن شاء الله. كويس؟ شوف مهند ذاته بيتعامل مع نور كيف؟ بيعمل شنو؟ بيقول شنو؟ بيسوي شنو؟ يا أخي ما دي مرتك في النهاية. جدا. عشان تريح بالك. انت مالك تزيد نفسك يا اخي، انا كل ما اجي بس مقابله التلفزيون قابله هسه اقول لك انا فكرتي لك، بس الليله احضر مسلسل، احضر مسلسل انا احضر مسلسل مهند يا اخي، بس عشان نفسك عشان راحتك دي يا اخي، احضر المسلسل واقعد شوف الزول ده بيسوي شنو يا اخي. ما بالغت يا اخي، يا اخي بعدين الرومانسيه مهمه، احنا شلون بنحب الرومانسيه؟ اتفرج فوق يعني زي شنو يعني؟ ها اتفرج اتصرف، شوف مهند ذاته بيسوي شنو. قد الديار يا اخي، جيب لي مويه، مويه زرقاء دي هاي، مهند بيجيب المويه، بيجيبها انا بجيب المويه راكده في البلد دي، بس سايسه والله زقالك مويه، تقول زقالي قمح مويه جد، بس والله سايسه وصم بالله تريح رقبتك يا زول، ما عندك مشكله والله كتر خيرك يا اخي، الله يقيك معاي ويفرق علي، انا مقبوط وزهجان وقافله معاي وما مستقر اجتماعيا، كل ما اجي المسلسل المسلسل المسلسل. انت الليله احضر مع المسلسل. جد مسلسل جميل ومسلسل رائع، وزاد في الزمن ده الحيزة جدي مع شراكة في الحاجات، يعني ناس تكون مشتركين في حاجاتهم، عشان كده أنا كيفت جدا جدا. يا سلام يا أخي، لك أباس شفت مهند ده كيف؟ شخصية مبالغة، شفت رومانسي كيف؟ أيوة يا الله، الزمن ده في زوج زي مهند؟ كيف ما في راقدين والله؟ والله ما في زمننا ده؟ عليه الطلاق، عليه الطلاق، والله ما في عليه الطلاق فيه. ملك شاي؟ بس هي وين؟ هي وين؟ أسعانة دي وين؟ واللعان الورم ده؟ أنا أغسل في العدة، أنا إما أغسل في الهدوم، أنا أعمل في الشاي، عن العان اللي فيه خدم ده كله من مهند، مهند ده جانب من هنا لا ما عارف. أيوة بس هي قلت لك يا مهند ونور يا أنا مش كده؟ ها؟ يا زول أنا أقول لك حاجة؟ ها؟ دايرك تقول لي يا منو شاي؟ شاي بيعمل شاي منو؟ أنت ده؟ أنا طالع لا بعمل شاي ولا بعمل ملاح ولا بغسل هدوم. ليه؟ مشكلة شنو؟ كده بس. ما في حاجة اسمها كده بس، السبب شنو؟ عارف السبب؟ السبب القشارة اللي قاعدة فوق ده. سيامي مهند ماله؟ مهند شنو مهند؟ دار تصل له شنو تعرف؟ دار أصل مهند يانا في البيت ده. المعنى؟
المعنى واضح يا مهند. يا نحن في البيت شنو اي حاجه محمد مهند، دارين ناكل مهند، ماشي شغل مهند، دار افتح الباب مهند. كل مره يا اختي استمرتي هنا قاعده هنا كيبل، المسلسل دي حتنتهي متى هنا عشان تفضي لنا نتعامل معاك بهذا الاسلوب؟ خلصت مسلسلك انا داير احضر. دار تصل لشنو انت؟ انا داير اصل لشنو؟ انت عاجبك مهند ده؟ اي انت كان عاجبك مهند ده؟ انا وقريك الحاج متولي سيامي؟ يا راجل انت زعلتها؟